هي هذه المسألة مسألة بكثرة تحدث، يعني أن الورثة الذين هم مسيطرون على التركة لا يحبون أن يشاركهم فيها غيرهم، وهؤلاء نذكرهم بأنهم سيتركون ذلك وأنهم سيلقون بعد قليل في القبور، لا يدخل معهم لا بعيد ولا قريب ولا هذه الأموال. هل سمعت بأحد دفنت معه ثروته؟ لا والله. ولذلك نحذرهم أن يتخلصوا من هذه المسؤوليات وأن يرجعوا الحقوق إلى أصحابها في الدنيا، وهذه من رحمة الله بهم أنهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك الآن. فإذا غادرت الأرواح الأجسام فلا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وهذه الأرزاق التي استولوا عليها ولم يعطوها أصحابها ستتحول إلى غيرهم، فهم لن يستفيدوا شيئا. ولذلك أنصح نفسي أولا وأنصحهم بأن يؤدوا الحقوق إلى أهلها، والله أعلم.